السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو تفسير الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ يعني هذه ينطبق على المؤمن؟ معناها القصاص يا أخي، القصاص في النفس وفيما دون النفس، وأن لا يتجاوز في القصاص بل يكون بقدر الجريمة وبمثلها فقط. نعم. طيب يا شيخ، يعني الحين لو مثلا شخص سبني أو شتمني بكلمة، هل ينطبق عليه الآية ولا لا؟ هذا تصبر عليه، ولكن لو رددت عليه بمثل ما قال لك ما في بأس. نعم.